الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كثير من الناس يعاني من قلة الرامات في هاتفه، وهذا ما يبطئ الهاتف ويجعله غير قادر على إتمام المهامات الكثيرة في وقت قليل. وفي هذه الحلقة سأريكم كيفية زيادة الرامات على هاتفكم، أو بمعنى آخر كيفية جعل الرام أسرع في هاتفكم. أولا عليكم الحصول على الروت في هاتفكم، وإذا لم تكونوا قد حصلتم على الروت فسأريكم في الحلقة السابقة كيفية عمل الروت لهاتفكم الأندرويد. ومن ثم عليكم الحصول على هذا البرنامج، تجدون رابطه أسفل الفيديو لتحميله، ثم تضغطون هنا، ومن ثم تختارون الملف الذي تريدون أن تضعون به زيادة الرام. مثلا تريدون زيادة الرام 2 جيجا، عليكم وضع ملف 2 جيجا في الذاكرة الخارجية. تبحثون عن الذاكرة الخارجية اسمها External SD Card، ومن ثم تضغطون على Select، وهنا تختارون كم تريدون زيادة الرام. مثلا تريدون زيادة الرام 2 جيجا، تختارون 2000 ميجا، وهي ما يعادل تقريبا 2 جيجا. ومن ثم عليكم الضغط على سيف لإنشاء ملف في الذاكرة الخارجية. هنا تنتظرون، تسمحون للبرنامج بأخذ صلاحية الروت عبر الضغط على ألو، ومن ثم هنا تنتظرون إنشاء ملف 2 جيجا في الذاكرة الخارجية لهاتفكم. ننتظر إنشاء الملف 2 جيجا في الذاكرة الخارجية. وها هو انتهى تحميل الملف. نذهب إلى ملف الـ SD كارد ميموري كارد لرؤية الملف 2 جيجا. ندخل على SD كارد ميموري كارد. هذا هو الملف، اسمه swap.swp، وهي 2 جيجا. 2 جيجا أصبحت الرام سريعة بعد تحميل هذه الإضافات. وما عليكم الآن إلا أن تقومون بريستارت لهاتفكم، ريستارت، ورؤية ما الفرق ماذا سيحصل بعد هذه الريستارت، حيث سيصبح الهاتف سريعا ولا يتشنج كثيرا مثل ما كان يفعل قبل تحميل هذا الملف. ننتظر رؤية الفارق. وهذا هو الهاتف، قد بدأ. تشاهدون الآن سرعة كبيرة في الهاتف بعد تحميل هذا الملف وزيادة الرام أكثر مما كانت عليه. صدقوني ستلاحظون الفرق بعد هذه العملية. هذا هو درسنا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على لايك لهذا الفيديو إن استفدتم منه، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم للاستفادة وتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.